دونك السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم حمزة الفجاج. اليوم ان شاء الله غنبداو واحد لا فورماسيون ديال لا فيرتواليزاسيون داتا سنتر. غنهضروا فيها على لا فيرتواليزاسيون سيرفور. دونك علاش خصنا نهضر على هذا الموضوع ديال لا فيرتواليزاسيون، وبالخصوص ديال لا سيرتيفيكاسيون في سي ا دي سي في اللي هي هادي. دونك هذا غنشرحوا ان شاء الله. علاش قررت نهضر على هذا الموضوع؟ حيت العالم ولا المغرب ما فيش غير سيسكو، ما فيش غير لينكس دي اتش تي بي ودي ان اس وداكشي، ما فيش غير ويندوز سيرفر حتى هي دي اتش تي بي ودي ان اس اكتيف دايركتوري وداكشي، ماشي هادشي اللي كاين. راه كاينين دوطخ خصوص خاصكم تفهموهم انت، راه كاينين دوطخ خصوص خاصكم تقراوهم اللي هما لا فيرتواليزاسيون، كلاود كومبيوتينغ، كاين ستوكاج. حتى واحد فيكم ماشي حتى واحد فيكم ما نجمعش، ما كاين الاكثريه الساحقه ما كتفهمش شنو هو ستوكاج. ستوكاج يلا تيعرفوا لي ديسك دور، يلا تيعرفوا لي ريد، ستوكاج حتى هو عالم بوحدو. دونك ستوكاج ما كاينش الناس اللي تمشي تقرا عليه. بزاف الحوايج مهم، بزاف الحوايج كاينين في لونتربريز، يعني فاش تخرج لسوق الشغل غتلقاهم، ولكن لسوء الحظ انهم ما تيقراوهمش لكم، ما كاينينش في البروغرام، وحتى نتوما ما تمشيوش تقلبوا. بالنسبه للناس اللي تيبغيو هذا الدومين وباغيين يوصلوا فيه، خاصكم تقلبوا، خاصكم تمشيو تقلبوا على الناس اللي خدامين، على الناس اللي في لاترونجي، الناس اللي برا، الناس اللي خداو دي سيرتيفيكا، تسولوهم شنو تبدل من مورا ما خديتو دوك لا سيرتيفيكا، واش فهمتي. خاصكم تمشيو تقلبوا نتوما على راسكم، ما تبقاوش جالسوا. لا انفورماسيون ما غاتجيش لعندكم، ما غاتكونش انت جالس في الدار تجي لا انفورماسيون تدق عليك في الباب وتدخل، راه ما كايناش هادي، خاصك انت تمشي تقلب عليها. دونك من هذا المنطلق انا قررت نشرح هاد لا سيرتيفيكا ديال لا فيرتواليزاسيون اللي هي سيرتيفيكا اسوسييت، باش الناس او موان تقف شويه وتعرف شنو هي لا فيرتواليزاسيون سيرفر. داكور، دونك نبداو على بركه الله. دونك هاد لا فورماسيون سميتها في ام واي سيرتيفايد اسوسييت 6 داتا سنتر فيرتواليزيشن فوندامنتالز سيرتيفيكيشن. دونك هاد لا فورماسيون من بعد فاش غادي تكمل ان شاء الله، غادي تكون قادر انك تدوز لا سيرتيفيكا في سي ا دي سي في. من بعد ما غاديش تقرا في شي كتاب، يعني ضروري غتمشي تشوف شي كتاب ديال في ام واي، ولا شي كتاب ديال سيرش جايد تهضر على لا فيرتواليزاسيون في سي ا، وتطلع عليه كوم كوا باش تاخذ لي مو تكنيك، يعني تعرف غير لي مو تكنيك. اما تو سكي براتيك راه غنخدموا معكم في هاد الفورماسيون ان شاء الله. دونك هادو هما لي شابيتر لي كاينين في لا فورماسيون، كاينين فيها سيرتيفيكاسيون اوف فيو اند انتروداكشن. وانا تعمدت ندير هاد لا فورماسيون اون انجلي، لي مو تكنيك غيكونوا اون انجلي، وغنشرحها لكم بالفرونسي ماشي مشكل، ولكن لي مو تكنيك غيكونوا اون انجلي. علاش؟ حيت ليكزام اون انجلي، وحيت العلم ديال لانفورماتيك اون انجلي، ما كاينش اون فرونسي. راه الا لقيتو لانفورماتيك بالفرونسي راه ليميتي، راه توصلوا لواحد النيفو ما غتبقاوش تلقاو لانفورماسيون، يعني غتقولوا صافي حنا وصلنا في لانفورماتيك سالينا، ولكن لانفورماتيك راه اون انجلي، راه كاع لي ريغوشيرش اللي تكتبوا في العالم ديال لانفورماتيك، سواء تكتبوا في روسيا، سواء تكتبوا في لاشين، فين ما تكتبوا تكتبوا اون انجلي. دونك الدراري دو البال شويه لونجلي، وقراوها شويه باش تزيدوا القدام شويه. داكور، دونك عندنا الشابيتر الاول غنهضروا فيه على سيرتيفيكيشن اوفر فيو اند انتروداكشن، غنهضروا من بعد على لانستالاسيون لا كونفيغوراسيون ديال في سنتر ولوزيكسي، هادشي غنعرفو من بعد شنو هو. غنهضروا على كونفيغور في اس فاير نيتوركينغ، كونفيغور في اس فاير ستوراج، غنهضروا على ادمنستر فيرتشوال ماشينز اند في ابس، غنهضروا على لافيليبيليتي اند ريسورس مانجمنت، نهضروا شويه على ترابل شوتينغ، ونهضروا فينالمون على هاو تو تيك دي في سي اي دي سي في 6 اكزام، يعني كيفاش تاخذ هذا الاكزام وتدوزو، وشنو من بعد، يعني وات نيكست. ها انت مشيتي دوزتي الاكزام وجبتي، شنو خاصك دير ابري؟ دونك غادي نشرح لكم سيسكو. غتقول لي اجاب سيسكو في ام واي، دونك انا غنشرح لكم سيسكو غير الباث ديال لي سيرتيفيكا. داكور، حيت الناس بزاف تيفهموا سيسكو مزيان، دونك غنشرح لكم سيسكو. دونك سيسكو كيف العاده عندنا سيسينا، ناخذ واحد السيلات هنايا. دونك عندنا سيسينا راوتينغ سويتشينغ هي الاولى اللي تندوزو في لي سيرتيف، من بعد تنطلعوا لو دوزيام نيفو اللي هو سي سي ام بي، من بعد سي سي اي او بوركوا با. كاين اللي تياخذ سي سي ان وما تيعجبوش اصلا هذا التراك ديال راوتينغ سويتشينغ، تيكون مثلا عزيز عليه سيكوريتي، تياخذ سي سي ان راوتينغ سويتشينغ، تيدوز لا سيكوريتي، تيدوز سي سي ام بي سيكوريتي، اكسترا سي سي اي او سيكوريتي. دونك هذا هو الباث ديال سيسكو اللي معروف. كذلك كاين عند الفي ام واي، في ام واي عندها واحد الباث ديال لي سيرتيفيكا.
دونك عندها هنايا بزاف ديال لي دومين، عندها داتا سنتر فيرتشواليزيشن، عندها الكلاود، عندها الاند يوزر كومبيوتينغ، عندها النيتورك فيرتشواليزيشن. داكوغ، دونك حنايا فين كاينين دابا في هاد التراك هذا؟ كاينين هنايا في سي ا دي سي في. هذه هي اول سيرتيفيكات خاصك تقراها باش كوم كوا، باش كوم سا تكون عارف وقادر تمشي في لي زوتر تراك بحال سيسكو. ضروري خاصك تقرا سي سي ان راوتينغ سويتشينغ عاد تقدر تمشي لزوتر تراك. ماشي انت مازال ما عارفش شنو هي اي بي، ما عارفش شنو هو الادريساج، ما عارفش شنو هي اي بي في 6 وباغي تمشي تقرا سيكوريتي، هادي راه ما يمكنش. دونك بحال هكاك في الفي ام وير، من الاحسن تكون قاري الكونتوني ديال الفي سي ا دي سي في عاد تقدر تدوز لزوتر تراك، سينو تقدر تطلع الفي سي بي دي سي في حتى الاخر تولي اركيتكت في ام وير. بوركوا با، هادي كاينه في ليكسبير، حيت هنا عندنا 4 نيفو، عندنا نيفو اسوسييت، نيفو بروفيشنال، ونيفو ادفانسد بروفيشنال، عاد نيفو اكسبير. داكور، دونك هادو كيلكو انفورماسيون على لا سيرتيفيكا. الكود ديكزامان ديالها هو 1V0601، لا سيرتيفيكا هي في سي ا 6 دي سي في. هاد 6 كتعني لا فيرسيون، حيت كاينه 5.1 وكاينه 5.5 جو بونس، نو كاين 5.1 وكاين 6. هاد 6 هي اللي ليكزام ديالها دابا ديسپونيبل، 5.1 تلغات. في ليكزام هو الفي اس فاير 6 ان شاء الله، هذا هو اللي نخدم به، حيت الفي اس فاير كاينين بزاف ديال الفيرسيون، كاين 5.1، كاين 4، كاين 5.5، كاين 6، ديرنيير فيرسيون ديالو هي 6 اللي نخدمو بها ان شاء الله. دونك هنايا البري ديالو 120 دولار تقريبا 1160 درهم مغربي. هاد 120 دولار تيطراو فيها دي بروموسيون هاد دول بال. ليكزام كان ديسپونيبل في 21 افريل 2015 ومازال ديسپونيبل حد الان، 75 مينوت 50 كاستيون، والباسينغ سكور هو 300. منشوفها بلونجلي جابونيا او تشاينيز، يعني هاد دول بال لونجلي وقراو لونجلي. الكاستيونير فيه سينجل اند ملتيبل تشويس وفيه نو بروتوكوليتد، يعني تقدر تدوزو، تقدر دوز ليكزام سيمبل، يعني ماشي شي حاجه، تقدر دوز دي كاستيونير سامبل تيهضرك على الفوندامونتالز كيف ما تشوفوا هنايا. الفوندامونتالز يعني لي باز. هادي هي لا سيرتيفيكا، ديجا دوزت انا في 2015. هادي هي لا سيرتيفيكا، دونك لا سيرتيفيكاسيون اون جينيرال، سواء ديال في ام واي، سواء ديال ريد هات، سواء ديال سيسكو، سواء ديال اي شركه، راه تزيد لكم في لو نيفو، تزيد من الحظوظ ديالكم باش تلقاو راسكم في سوق الشغل. يعني باش تاخذ واحد لا سيرتيفيكا، ما تقولش لي بان واحد جاي يتقدم لواحد الخدمه وعنده 3 سيرتيفيكا، عنده مثلا سي سي ان، عنده الفي سي ا اللي هي هادي، عنده الال ار سي اس ا مثلا، سيرتيفي هاد السيد غتقارنو بواحد لي باك بلس 3 ولا باك بلس 5 وماشي سيرتيفي، هادي راه ما يمكنش. داكور، لا بالنسبه ليك انت لا بالنسبه لهداك اللي تيخدمك، عنده الباح يخدم واحد سيرتيفي على واحد ماشي سيرتيفي، جايب داكشي يعني تيوريكمون ما فاهم والو، يعني فاهم غير داكشي دو باز اللي فاهمين نو 2000 واحد 3000 واحد 5000 واحد مليون واحد كاع فاهمين، مليون واحد خارج بنفس الدبلوم باك بلس 4 ولا باك بلس 5 ولا باك بلس 2 خارج، اشنو تبدلتي انت على دوك المليون؟ راه ما تبدلتي، ما بدلتي، ما زدتي عليهم بوالو. دونك باش 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 تميز راسك خاص ضروري دوز دي سيرتيفيكا، خاص ضروري دير دي ريشيرش، خاص تقرا بوحديتك في الدار، راه ما يمكنش داكشي اللي تتقرا في فلانسا ولا في لو اس تي ولا في لي اس تي ولا في شي ايكول بريفي راه هو اللي غادي تلقى، راه داكشي غير دو باز، مي خاصك انت تزيد شويه في النيفو. دونك هنا عندنا لي شابيتر، لي شابيتر اللي كاينين وسط لانترودكسيون. داكور، هضرنا على لي شابيتر اون جينيرال، دابا غنهضروا على لي سو شابيتر، يعني انترودكسيون كوم شابيتر شنو فيها كوم سو انترودكسيون. دونك عندنا هنايا واي فيرتشواليزيشن كوم كيسيون، كلاسيك داتا سنتر فيسز فيرتشواليزد داتا سنتر، يعني داتا سنتر كلاسيك عاديه، شنو الفرق ما بينه وبين داتا سنتر فيرتشواليزي؟ غنهضروا هنا على واي فيرتشواليزيشن، يعني علاش لا فيرتشواليزاسيون اصلا، لا فيرتشواليزاسيون سيرفر سي كوا، ان هيبرفيزور شنو هما لي تيب ديال الهيبرفيزور، وشنو هي الاركيتكتور ديال الفي سنتر او لو زي اكس اي، هادي شي غادي نشرحوها. دونك هنايا عندنا علاش لا فيرتشواليزاسيون، عندنا بزاف د الحوايج يخلونا نديرو لا فيرتشواليزاسيون. اول حاجه اننا ما تنكسبلواطيوش لي ريسورس ديال لو سيرفور اللي عندنا. داكور، دونك عندنا ان سيرفور، ايماجينو معايا عندنا ان سيرفور فيه مثلا 8 كور بحال هذا، ها هو فيه 8 كور، بروسيسور كزايون 2.4. داكور، دونك عندنا هاد لو سيرفور حاطين فيه دومين كونترولر مثلا، ها هو فيه دومين كونترولر، شحال اكسبلواطينا من هاد السي بي يو؟ والو، حتى شي سي بي يو 6% ديال ليوتيليزاسيون، يعني هنايا عندنا بزاف ديال لي ريسورس ضايعين ما مستهلكينهمش، يعني خاسرين فيهم حنايا.
حنا هاد السيرفر شاريينو بالفلوس والسي بي يو شاريينها بالفلوس وهاد لي غوسورس ما تنستهلكهمش. داكور، دونك هنايا لا فيرتواليزاسيون كتخلينا نزيدو الاستهلاك ديالنا لي غوسورس، يعني نزيدو نستهلكو بزاف ديال لي غوسورس من السيرفر ديالنا، يعني غادي نكسبلواتيو السيرفر مزيان. هادي وحده من علاش درنا لا فيرتواليزاسيون. دوزيام شوز هو ليسباس، يعني لي سيرفور الا كان عندك 20 سيرفور ماشي الا عندك 3 سيرفور، هادي اول حاجه. ثاني حاجه السيرفور بغيتي غير تعرفو بلاصتو فين كاينه، مثلا في لاصا سيرفور ولا في لاصا الماشين، خاصك نص ساعه وانت كتقلب باش تجبد داك السيرفر فين هو وتعرف لي كابل لي مكونيكتي اللي في ان سويتش مشاو. دونك كتكون القضيه شويه معقده بارابور دي سيرفور فيرتواليزي. وعندنا واحد المثل تيقول taking care of servers is like taking care of a lot of cats. صافي دير كوا انك طاد البال لبزاف ديال لي سيرفور، ولا طاد البال لي سيرفور في صال ماشين وانت هو الادمين ديال ديك الصال ماشين، راه بحال جابوا لك بزاف ديال القطوطة وقال لك ديهم البال. يعني تخيل تخيل شو شحال من قط، شو جابوا لك هادشي كامل حطوه عندك في دارك وقال لك شوف هاد المشات خاصك طاد ليهم البال، كلهم يكونوا نقيين، كلهم واكلين، كلهم ما فيهم حتى شي حاجه، كلهم مزيانين. دونك راه ماشي ساهله، ولا بحال الكاك لادمينستراسيون ديال لي سيرفور فيزيك. داكور، دونك هادي واحد بتيت كومباريزون باش تعرفوا الفرق. هنا جات لا فيرتواليزاسيون كوم سوبر هيرو لو سوبر مان باش تحل لنا بزاف ديال المشاكل. هاد المشاكل هما المشاكل ديال الاسباس، المشاكل ديال الانرجي، ما تيبقاوش عندنا لي سيرفور فيزيك بزاف دونك موان دينيرجي، مشاكل ديال الكليماتيزاسيون. هنا عندنا بعض المشاكل اللي تحلوا. دونك هنا عندنا بغينا ناجوتيو ان نوفو سيرفور، نقدروا ناجوتيو في ميم با 25 مينوت، كنهضروا على في ام، تكريي في ام في 2 مينوت وتانستاليها في 23 مينوت، صافي سيرفور واجد داخل لا ريزو كلشي خدام. بارابور الى بغيتي تحط ان سيرفور فيزيك باش تزيدو، خاصك تمشي تجيب سيرفور تشوف بلاصتو فراك فين يتحط، تشوف لي كابل اللي غادي تانستالو فيه، منين السويتش غتجيبهم، تعيط للناس ديال الكابلاج باش يدوزو لك الكابل ويراكيو، يعني بزاف د الوقت ياخذ لك. عندنا هنايا ريديوس مانتننس تايم، يعني مثلا واحد الفي ام اللي هي فيرتوال ماشين طرا فيها مشكل في البلاصه، تقدر تسبريمي انت كاع وتطرد، ولا تقدر تطرد الباك اب، اخر باك اب كنتي واخدو عليه طردو، يعني ميم با دو مينوت تقدر تسبريمي وتكريي سيرفور جديد. اما الا طاح لك ان سيرفور فيزيك طاح فيه ان ديسك، راه غير باش تمشي تلوكاليزي داك الديسك في اين سيرفور كاين في اين صال ماشين خاصك الوقت. دونك هنا تيكون عندنا الوقت شويه. هنا عندنا موف في امز اوفر سيرفرز كتكون سهله. سا فو دير كوا؟ عندنا هنا ان سيرفور فيزيك في واحد السيستيم ديكسبلواتاسيون اللي هو او اس. هاد السيرفور فيزيك بدا تيهانكي شويه، بدا تيطيح. قلت لك انا سيدي هاد السيستيم ديكسبلواتاسيون حيدو ليا من هنا وحطو في ان اوتر سيرفور، وما يطرا فيه حتى شي مشكل، وما يكونش عندي داون تايم، يعني ما يكونش عندي داون تايم. يعني كيفاش نشرح لكم؟ يعني هذاك السيرفور ما بغيتش يخرج اور كونيكسيون. يعني مثلا كان فيه دو زي اس باغ اكزومبل، ولا كان فيه ان سيرفور ويب، بغيت الناس يبقاو ياكسيدو داك السيت، يعني ما يدخلوش يلقاو السيت طايح. يعني سيستم ديكسبلواتاسيون خاصو يبقى ديما شاعل. هتقول لي ما يمكنش انا نهز ان سيستم ديكسبلواتاسيون شاعل وندير ان اوتر سيرفور ويبقى شاعل، ما يمكنش. خاصني انستالي ان اوتر سيرفور، نانستالي فيه ان اوتر سيستم ديكسبلواتاسيون وعاد ندير الميغراسيون، وغتاخذنا بزاف الوقت. ولكن في لا فيرتواليزاسيون هاد القضيه سهله. علاش؟ حيت عندنا مثلا ان سيرفور هنا وعندنا هنا ان اوتر سيرفور، عندنا هنا واحد الفيرتوال ماشين ها هي في ام فيها ويندوز سيرفر مثلا وفيها دو زي اس، طرا مشكل في هاد السيرفور ولا حسينا به بدا تيهانكي ولا شي حاجه ولا بغينا نبدلوه ولا جو سي با، نقدروا نديرو لهاد الفي ام هكا وتجي لهنايا اوطون ريال داون تايم ايكوال 0 سكند، يعني ما كاينش عندي داون تايم، والفي ام شاعله وغتمشي شاعله وغتبقى شاعله. داكور، واخا هادشي تيجيكم غريب ولكن هادشي راه يعني راه خدامين به الناس، راه هادشي هو اللي كاين، سي لا ديغنيغ تكنولوجي دونك خاصكم تمشيو معاها. داكور، عندنا هنايا اوتوماتيك لود بالانسينغ. صافا دير كوا هاد اوتوماتيك لود بالانسينغ؟ انا نشرحها لكم، نحيدو بعدا هادشي ونشرحو اوتوماتيك لود بالانسينغ. عندنا هنايا واحد السيرفور فيرتواليزي، وهنا عندنا سيرفور فيرتواليزي، ان سويتش، هنا عندنا ان ستوكاج بارطاجي مثلا، عندنا هنايا واحد دو في ام ولا اون في ام، عندنا في ام وحده، هنا عندنايا ثلاثه ديال لي في ام. هاد السيرفور وصلت فيه مثلا لارام 90%، يعني 90% اكسبلواتي من عند هاد لي في ام، يعني السيرفور شويه غادي يولي بلان، لارام غتعمل وغادي يبدا داكشي تبلونطا. شنو تيطرا هاد اوتوماتيك؟ اش يعني؟ كتعني ان اوتوماتيك هاد الفي ام فيها مثلا 4 جيجا في لارام ولا فيها 10 جيجا، اوتوماتيكمون تتنو تتحيد من هنايا وكتمشي لان اوتر سيرفور اللي مازال فيه لي ريسورس وتجي هنا وتبقى خدامه.
دونك هنايا تتنقص عندنا لي غوسورس، تولي الناس 70% اللي خدامه ديال لارام، وناس تقدر تولي 21%. هادشي دار اوتوماتيكمون، والفي ام ما فيهاش داون تايم. داون تايم ايغال 0 سكوند، يعني هاد الفي ام مشات شاعله داكور، غادي اوتوماتيك لود بالانسينغ. هاي افيبيليتي، يعني مثلا هاي افيبيليتي نشرحها لكم دابا، حتى هي عندها نفس تقريبا نفس البرانسيب. دونك شنو كتعني ليا هاد هاي افيبيليتي؟ دونك هاي افيبيليتي كتعني باردون سيلت، ها افيبيليتي كتعني ان عندي هنا واحد السيرفر وهنا عندي واحد السيرفر، بيناتهم ان سويتش، بيناتهم ان ستوكاج بارطاجي. مثلا عندي هنا واحد في ام خدامه فيها سيت ويب الناس ياكسيديو، هاد السيرفر تقطع عليه الضو ولا طاح ولا تحرقت فيه بواد داليمونطاسيون ولا تحرقت الكاطمير، شنو شيطار هاد الفي ام هادي؟ نورمالمون تقول لي خاصها تطيح، لا ما تطيحش. هاد الفي ام كدوز لهنا، عاوتاني الداون تايم ايغال 0 سكوند. داكور، فهمتوا دابا لا فيرتواليزاسيون علاش الناس تخدموا بها؟ يعني كتعطينا بزاف ديال لي زافونتاج على لي سيرفور فيزيك. هاد الفي ام هادي كدوز لهنا، وان شاء الله غنخدموا هاد تي بي وغادي تشوفوه. هادي كتسمى الاش ا ولا الهاي افيبيليتي. داكور، عندنا هنا ايزي باك اب. ايزي باك اب هي ان الفي ام دغيا نديرو ليها الباك اب، ناخذو عليها سناب شوت مثلا، نايطرا عليها مشكل ندو لاخر سناب شوت، يعني اخر سوف كارد خدينا عليها. داكور، دونك كتكون عندنا قضيه شويه بارابور لي سيرفور فيزيك. دونك هنايا نشوفو واحد الكومباريزون وحده اخرى ما بين داتا سنتر كلاسيك اللي هي هادي وداتا سنتر فيرتشواليزي اللي هي هادي. عندنا هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة ديال لي سيرفور. دونك سبعة ديال لي سيرفور سو سون دي سيرفور فيزيك. عندنا هذا فيه الدومين كونترولر، مايل سيرفر، ويب سيرفر، فايل سيرفر، دي ان اس، اب برينشينغ سيرفر. هاد لي سيرفور عندنا فيزيكمون شنو واخدين؟ واخدين لاسباس، ها هو لاسباس واخدين، نو واخدين لينيرجي بزاف، كليماتيزاسيون، المينتونونس، كل ما طايح ديسك ديال كل ما واقع مشكل. الا شدينا هادشي درنا ليه لا فيرتواليزاسيون غادي يولي لنا غير دو سيرفور. مثلا هاد لي دو سيرفور كاينين فوقهم البرينتينغ سيرفر، فيهم الاب سيرفر، فيهم المايل سيرفر، كلشي فوقهم. دونك الا لاحظتوا هنا اننا نقصنا لي انرجي، موان دي انرجي، موان دي سباس، اي موان دي كليماتيزاسيون. ولا كليماتيزاسيون تاخذ تقريبا 60% من الانرجي ديال داتا سنتر. داكور، دونك بزاف الحوايج، بزاف لافونتاج، بزاف ديال لي زافونتاج اللي عندنا هنايا. ندوزو دابا ان اوتر كومباريزون اللي داخله شويه، ان اوتر كومباريزون اللي شويه غالقه. دونك هنايا عندنا هنايا ان سيرفور فيزيك، ها هو عندنا لي سيستيم ديكسبلواتاسيون، يقدر يكون مايكروسوفت ويندوز سيرفر ولا يقدر يكون لينكس. وهنا عندنا واحد لابليكاسيون اللي نقولو ان سيرفيس، واحد سيرفيس عندنا خدام، يقدر يكون دومين كونترولر، يقدر يكون دي ان اس، جو سي با. دونك مثلا عندنا هنا دومين كونترولر، هاد السيرفر عندنا دي ان اس، هاد السيرفر عندنا دو زي اس، هذا عندنا فايل سيرفر، هذا سيرفر ديال لامبريمونت، وهذا نقولو سيرفر مثلا ديال لي كاميرات سيرفيونس باغ اكزومبل. شحال سيرفر هنا عندنا؟ 6 ديال لي سيرفر. نقدروا نديروا لا ميغراسيون فيغ ان سول سيرفر. داكور، دونك عندنا هنا ان سيرفر فيزيك، عندنا هنايا واحد لاكوش اللي سميتها هيبر فيزور ولا هايبر فيزور. هاد الهيبر فيزور شنو هو الضوء ديالو؟ غنهضروا عليه ان شاء الله فاش غنوصلوا ليه، دابا شويه غادي نوصلوا ليه ونهضروا عليه. المهم عندنا هنا واحد لاكوش ضروري كتكون فوق السيرفر اللي سميتها هيبر فيزور. هذا سي با ان سيستيم ديكسبلواتاسيون، دونك هذا كيتسمى هيبر فيزور. المهم التصنيف ديالو هو هيبر فيزور، غنهضروا عليه من بعد شنو هو. هنايا كنكليو لي في ام، ها انت عندنا في ام، هادي في ام وحده، عندنا هنا 6 ديال لي في ام. دونك 6 ديال لي سيرفر هما واش ديناهم؟ درنا لا فيرتواليزاسيون. نقدروا نديروا هذا هو الدي ان اس، هذا هو دومين كونترولر، هذا هو الفايل سيرفر اكسيتيرا. دونك الا لاحظتوا هنا ان 6 ديال لي سيرفر فيزيك ديناهم ان سول سيرفر فيزيك. هنا غنهضروا على وات از فيرتواليزيشن، غنهضروا على كوم نوسيون. قالك هنا ان كومبيوتينغ فيرتواليزيشن ريفيرز تو ذا اكت اوف كرييتينغ ا فيرتوال فيرجن اوف سامثينغ. قالك لا فيرتواليزاسيون هي لاكت، هي لاكسيون باش كتكريي واحد لا فيرسيون فيرتوال على شي حاجه. هاد الحاجه شنو هي؟ هي اللي هضر عليها دابا، انكلودينغ فيرتوال كومبيوتر هاردوير بلاتفورم، اوبريتينغ سيستمز، ستوراج ديفايسز، اند كومبيوتر نتورك ريسورسز. قالك هاد سامثينغ هذا اللي غتكريي عليه واحد الفيرسيون فيرتوال، يقدر يكون ستوكاج فيرتوال، يقدر يكون سيستم ديكسبلواتاسيون فيرتوال، يقدر يكون كمبيوتر هاردوير فيرتوال اللي فيها لارام و سي بي يو و ديسك دور او الكاتاليزو فيرتوال. هادشي كله تقدر تكريي فيرتوال، هذا هو لا نوسيون ديال لا فيرتواليزاسيون. داكور، دونك هنا شويه غادي ندخلو في سيرفر فيرتواليزيشن، نهضرو عليها شويه. دونك سافو دير كوا سيرفر فيرتواليزيشن؟ اول حاجه قالك هنا سيرفر فيرتواليزيشن
is the partitioning of a physical server. قال لك تشد ان سيرفر فيزيك يعني هاردوير تقسمه into smaller virtual servers يعني تقسمه لدي في ام. هذه هي لا فيرتواليزاسيون دي سيرفر داكور. To help maximize your server resources يعني غادي يعطيك غيعاونك باش تاكسبلواتي لي غوسورس ديال السيرفر ديالك. كيف ما قلت لكم قبيله ان سيرفر حاطين فيه الدومين كونترولر واخد 6% من السي بي يو واللي شاي ضيع. دونك الا شدينا داك سيرفر فيرتواليزيناه وحطينا فيه الدومين كونترولر وحطينا فيه ان دوتر سيرفر اللي فيه الدي ان اس وان دوتر سيرفر اللي فيه الدوزي اس مثلا، راه هنا السي بي يو غادي تطلع يعني ولينا شان اكسبلواتيو داكشي اللي شرينا، يعني شرينا سيرفر ولينا شان اكسبلواتيو، ما بقاتش 6% ديال لي غوسورس اللي بقى شايط داكور اللي بقى ضايع على والو. دونك انا قال لك ديفايد ذا فيزيكال سيرفر انتو ملتيبل فيرتشوال انفايرمنتس كالد فيرتشوال اور برايفت سيرفرز داكور. دونك هاد لي في ام اللي تنكريو كيتسموا يا اما فيرتشوال ماشين يا اما برايفت سيرفرز يعني سيرفر بريفي. هادو هاد لي دو تيرم تيتسموا بهم هاد لي في ام اللي تنكريو. ولكن divide the physical server into multiple virtual environments قال. دونك قال لك هنايا ان هاد لوبيراسيون اللي تنديرو ان تنشدو السيرفر تنقسموه لدي بزاف ديال لي زونفيرونمون فيرتوييل. هاد لوبيراسيون كتسمى لا فيرتواليزاسيون ولا الفيرتوييل ولا البرايفت سيرفرز، وهي لو مو تكنيك اللي مستعمل بزاف هو لا فيرتواليزاسيون دي سيرفر. دونك عقلوا غير على هاد التيرم اللي هو لا فيرتواليزاسيون دي سيرفر داكور. دونك هنا غنعاودو نهضرو على يعني لي كومبوننت يعني لي كومبوزون ديال ان سيرفر فيرتواليزي. عندنا هنايا بروميير كوش اللي هي فيرتشوال هوست. فيرتشوال هوست هو فيزيكال سيرفر يعني هو لو سيرفر فيزيك فيه ديسك دور لا رام اكسيتيرا. فوقو كاين فيرتواليزيشن لاير، هادي هي لا كوش اللي كتخلينا نفيرتواليزي هاد السيرفر داكور. لا كوش اللي مسؤوله اننا نفيرتواليزيو السيرفر هي هاد لاكوش اللي كتسمى هايبرفايزر، هي اللي كتكلف لينا بلا كومونيكاسيون ما بينها وبين الهاردوير، وهي اللي كتكلف لينا بلا 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 ديستريبيسيون، ولا هي اللي كتقسم لينا لي غوسورس ديال الهاردوير. يعني هاد الهايبرفايزر هو اللي تيقسم لينا لي رام، هو اللي تيقول لك انني غنعطي ان جيجا لهاد الفي ام. مثلا حنا كرينا واحد الفي ام ديال لينكس، قلنا ليه عطيها ان جيجا في الرام وعطيها 20 جيجا في الديسك دور. شكون اللي غيدير هاد لوبيراسيون؟ غيدير الهايبرفايزر، هو اللي غيمشي للسيرفر فيزيك غيقسم منه واحد 20 جيجا ديال الديسك دور وواحد 1 جيجا في الرام، وغيخليها لهاد الفي ام خاصه بها. ما يمكنش لهاد الفي ام تجي تاخذها ليها ولا يعني كل في ام سيباري على لوتر في ام داكور. دونك هادي هي لاركتيكتور ديال لا فيرتواليزاسيون سيرفر. قلنا اننا عندنا ان سيرفر فيزيك، فوقو كتكون واحد لاكوش اللي كنانستاليوها اللي سميتها الهايبرفايزر، وفوقو كنكريو لي في ام. هنا عندنا واحد الشرح داخل شويه يجي شويه مدقق شويه. عندنا هنا ان سيرفر فيزيك هو هذا اللي برمادي، ها هو هاردوير، فيه السي بي يو، فيه الميموري، فيه الان اي سي اللي هي نيتورك انترفيس كارد لا كارت ريزو، فيه الديسك. هنا كنديروا واحد لاكوش دو فيرتواليزاسيون كتسمى هايبر فيزور. في الحاله ديالنا الهايبر فيزور اللي غنخدموا به سميتو او زي اكس اي ديال في ام وير، هذا هو الهايبر فيزور اللي غنانستالي وغنخدموا به. من بعد عندنا الهايبر فيزور، هو هذا فوق الهايبر فيزور تكري لينا دي ريسورس فيرتوييل، يعني تياخذ لينا 21 جيجا من لو ديسك دور. ملي خدات 20 جيجا خدها من لو ديسك دور فيزيك، تياخذ لينا كارت ريزو فيرتوييل، تيدير لينا واحد لارام. ملي تياخذ لارام من لارام ديال سيرفر فيزيك، سي بي يو تياخذ شي من سي بي يو ديال سيرفر فيزيك اكسيتيرا. دونك قلنا هاد الهايبر فيزور هو اللي تيقسم لينا لي ريسورس على لي فيرتوييل ماشين ولا لي ماشين فيرتوييل. هنا تنديرو فوق شاك ماشين فيرتوييل واحد سيستم ديكسبلواتاسيون، يقدر يكون ويندوز ولا لينكس، وفوقو تنديرو ابليكاسيون ولا تنديرو سيرفيس اللي يقدر يكون دي ان اس ولا دوزي اس ولا جو سي با على حساب البوزوان. دونك هنا تيهضر لينا على لا نوسيون ديال هايبرفايزور. سي كوا ان هايبرفايزور؟ قال لك ا هايبرفايزور also called a virtual machine manager. كيف ما تلاحظوا هنايا المانجر ديال الفيرتوال ماشينز هو اللي تيجريهم. از ا بروغرام that allow multiple operating system to share a single hardware host. دونك قال لنا هنا ان هايبرفايزور هو واحد البروغرام تيخلي بزاف ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي هما لي في ام باردون تي باتاجيو نفس لي ريسورس ديال ان سيرفر فيزيك ولا ا سينجل هاردوير.
داكوغ. قال لك هنا each operating system appears to have the host's processor memory and other resources as to itself. قال لك هنا اي سيستم ديكسبلواتاسيون ولا اي في ام عندها واحد دي ريسورس فيرتوييل، عندها بروسيسور، عندها رام، عندها اوتر ريسورس اللي كتحتفظ بهم راسها، يعني كتخدم بهم بوحديتها، ما يمكنش تجي واحد الفي ام وحده اخرى وتاخذهم ليها. عطيتيها 1 جيجا غتبقى واخده 1 جيجا، ما غتطلع عليها ما تهبط عليها. داكور. قال لك ان ذا هايبرفايزر از اكشوالي المهم اكشوالي كنترولينج ذا هوست بروسيسور اند ريسورسز. قال لك هو اللي كنترولي البروسيسينغ ديال الهوست ديال السيرفر فيزيك، كيف ما قلت لكم قبيله هنايا هو اللي تيتحكم لينا بلا كومونيكاسيون، هو اللي تيكونترولي لينا لا رام وداكشي. داكور. دونك هنايا تيشوف لنا الالوكيتينغ وات از نيد تو ايتش اوبريتينغ سيستم and John and making sure that the guest operating system called virtual machine cannot disparage each other. قال لك هنايا هو اللي تيتكلف باش يعطي لكل في ام دي ريسورس وتبقى رد البال لهاد لي ريسورس يدوزو شي ماشين فيرتشوال وحده اخرى. داكور. دونك هاد الماشين فيرتشوال عطيتيها 1 جيجا في الرام وهادي عطيتيها 2 جيجا، فاش غتانستالي فيها واحد السيستم وغتدخل ودير بروبريتي البوست دو ترافاي مثلا غتلقى عنده 1 جيجا دو رام، ما تلقاش زايده. داكور. قال لك هنايا creates a the virtualization layer that makes server virtualization possible. قال لك الا كرينا واحد الكوش د فيرتواليزاسيون هي اللي كتخلينا كتعطينا لا بوسيبيليتي نفيرتواليزيو سيرفر فيزيك. دونك عندنا هنا ان سيرفر فيزيك ها هو انستالينا واحد الكوش اللي كتسمى هايبرفايزر، دونك عندنا لا بوسيبيليتي نفيرتواليزيو هاد السيرفر ونحطو دي في ام. داكوغ. هادشي باش قلنا هاد لا فراز. دونك غنجيو لدابا لي تيب ديال لا فيرتو ديال الهيبرفيزور. الهيبرفيزور عندنا فيه دو تيب، عندنا فيه تيب 1 اي تيب 2. تيب 1 كتسمى نيتيف اولا بار ميتال، و تيب 2 كتسمى هوستد. شنو الفرق ما بين هاد لي دو؟ دونك نشوفو لانتروديكسيون، نشوفو الديفينيسيون ديال تيب 1. قالك تيب 1 ديز هايبرفايزرز ران دايركتلي اون ذا هوست هاردوير تو كنترول ذا هاردوير اند تو مانج جيست اوبريتينغ سيستم. دونك لحد الان فهمنا واحد الحاجه، قال لك هاد التيب ديال الهيبرفيزور كتخدم ولا كتانستالا دايركتلي، هضو البال هاد الكلمه، يعني ديريكتومون فوق الهاردوير. يعني عندنا هنا ان سيرفر فيزيك فوقه فوقه اوتوماتيكمون، ما تيكون لا سيستم ديكسبلواتاسيون، ما تيكون لا لينكس لا يونكس لا ويندوز لا والو، كنانستالو نيشان هيبرفيزور. الا كان الهيبرفيزور كيتانستالا ديريكتومون فوق الهاردوير هذا سي تان هيبرفيزور بار ميتال ولا تايب 1. داكور. قال لك هنايا فور ذيس ريزن دي ار سام تايمز كالد بار ميتال هايبرفايزر. قال لك داكشي علاش سميناه بار ميتال، حيت كيتحط نيشان فوق الهاردوير. وهي واحد ليكسبليكاسيون هنايا ديال تيب 1 ديال الهيبرفيزور تيب 1. هنايا عندنا الفيزيك هو هذا الهاردوير سيرفر، فوق اوتوماتيكمون كنحطو الهايبرفايزر اند كيرنل، يعني هنايا فين تتحط الهيبرفيزور فوق تنكريو دي ماشين فيرتوييل. كيف ما تلاحظوا هنا ان عندنا الهيبرفيزور تيتحط اوتوماتيكمون فوق الهاردوير. تيب 2 هي الهوستد. قال لك ديز هايبرفايزرز ران اون ان كونفشنالي اوبريتينغ سيستم. قال لك هادو تيخدموا، يعني تيخدموا كوتا كوت مع واحد سيستم ديكسبلواتاسيون. داكور. دونك هنايا عندنا ان سيرفر فيزيك حاطين فوق واحد سيستم ديكسبلواتاسيون اللي هو مثلا مايكروسوفت ويندوز سيرفر، وعاد هنا فوق تنحطوا واحد لابليكاسيون اللي كدينا لا فيرتواليزاسيون، وهاد لابليكاسيون نقدروا نقولوا هي الفي ام ورك ستيشن ولا الفيرتوال بوكس. عاد فوق الفيرتوال بوكس كنحطوا دي في ام، كاين ولا ما كاينش؟ دونك هاد تيب د فيرتواليزاسيون هادي هي لا فيرتواليزاسيون، هادي كتسمى الهوستد ولا تايب 2. دونك هاد الفيرتوال بوكس ولا الفي ام ورك ستيشن راه سي تان هايبرفايزر ولكن دو تيب 2 يعني هوستد. قال لك انا ديز هايبرفايزرز هاي صح، قال لك تحتاج واحد سيستم ديكسبلواتاسيون تخدموا معاك كوتا كوت. تايب 2 هايبرفايزرز ابستراكتس جيت اوبريتينغ سيستم فروم ذا هوست اوبريتينغ سيستم. دونك هما تيخدموا سو يعني ان سيستم ديكسبلواتاسيون. هنا شارحينا قال لك هنا عندنا ان سيرفر فيزيك، هنا عندنا الكيرنل بيقصدوا به الاو اس يعني اوبريتينغ سيستم، هنا عندنا ابليكاسيون تقدر تكون هي الاوفيس مثلا، هنا عندنا في ال سي مثلا، وهنا عندنا VMware Workstation par exemple. عاد فوق VMware Workstation تنكريو لي VM اللي هما هادو. دونك فرقوا ما بين تيب 1 و تيب 2. تيب 1 ك
كتحتاج تانستالي الهيبر فيزور ديريكتومون فوق الهاردوير، ما كاين لا سيستيم ديكسبلواتاسيون لا والو. تيب 2 كتحتاج يكون عندنا واحد السيستيم ديكسبلواتاسيون. هنا عندنا واحد الشرح، عندنا هنا تيب 1 اللي هو النيتيف ولا بار ميتال، عندنا هنا الهاردوير اللي هو السيرفر، فوقه اوتوماتيكمون كنحطو الهيبر فيزور، وفوقه اوتوماتيكمون تنكريو لي ماشين فيرتوييل. بارابور تيب 2 عندنا السيرفر، فوقه كنحطو واحد السيستيم ديكسبلواتاسيون اللي هو ويندوز 7 مثلا، عاد نانستاليو الهيبر فيزور اللي هو نقولو مثلا في ام ورك ستيشن، عاد فوقه نحطو الاو اس. دونك هذا هو الفرق ما بين تيب 1 وتيب 2. هنا عندنا دي زيكزامبل على الهيبر فيزور. في تيب 1 عندنا في ام او زي اكس اي ولا نخدمو به، عندنا ان اوتر هيبر فيزور مصاوبه سيتريكس سميتو زين سيرفر، عندنا ان هيبر فيزور ديال مايكروسوفت سميتو هايبر في، عندنا اي بي ام باور هايبر فيزور، عندنا اوراكل لوجيكال دومينز ولا ال دومز، عندنا هيتاتشي فيرتشاج هايبر فيزورز، عندنا الكا في ام. ولكن اللي مشهور بزاف و تيخدمو به الناس بزاف هو الفي ام وير او زي اكس اي، عندو 70% تقريبا من المارشي، وديك 30% اللي بقات تيقسموها لهيبر في و سيتريكس و كا في ام. هادو قليل ما مانيش شتهم خدامين صراحه. هاد اللوجيكال دومين تيكونو سو اوراكل سو يونيكس سولاريس، الا ما كانت عندك سولاريس ما غتخدمش. دونك هادو تيحتاجو ان سيستيم ديكسبلواتاسيون بريسي، ما تحتاجوش شي حاجه بيبليك. وعندنا هنايا تيب 2، تيب 2 هما الفي ام ورك ستيشن هضرنا عليه سي تان تيب 2، عندنا الفي ام فيوجن هو الفي ام ورك ستيشن غادي تخدم في الماك، عندنا الكيومو، عندنا مايكروسوفت فيرتشوال بي سي، عندنا باراليلز ديسكتوب، عندنا فيرتشوال بوكس. هادو سو سون دي لوجيسيال ديال لا فيرتشواليزاسيون، مي هايبرفايزر تايب 2، وشرحت لكم ديجا شنو هو التايب 2 شنو هو تايب 1. دونك هنا غنهضروا على ليكسبليكاسيون ديال فيسنتا سيرفر اند اوزي اكس اي اركيتكتشر ولا اركيتكتشر. دونك شنو هو هاد فيسنتا سيرفر وشنو هو هاد اوزي اكس اي؟ داكور. دونك هنايا عندنا واحد، هادو سو سون دي اوبسيون ديال لوزي اكس اي، هادو من بعد غنعرفوهم، ما عندكم لاش تدور من البال دابا. المهم هنا عندنا دي ريسورس، عندنا ريسورس ديال ستوكاج ديال لارام ديال نيتورك ديال الكالكول يعني السي بي يو. هاد لي ريسورس فوقهم تنحطو لوزي اكس اي يعني فوق السيرفر. هاد لوزي اكس اي تنحطو فوقو دي في ام، داكور. هادي هي الاركيتكتشر اللي هضرنا عليها. عندنا هنا سكون ابل في سنتر، في سنتر ولا الفي ام في سنتر، هذا الصالح حنا دابا غنشوفوه هنايا، داكور. دونك غنهضرو عليه من بعد ان شاء الله، غنهضرو عليه من بعد هاد السلايد هادي. المهم نهضرو دابا على هاد السلايد. هادي شنو هي هاد لافونيتر هادي؟ هذا سيت ان هيبر فيزور. فاش كتانستالي لو زي اكس اي في السيرفور كيشعل لك بحال هكا صافي، تانستالي سهله بحال كتشعل، ما فيه والو، فيه غير دي زانفورماسيون على الهاردوير شحال عاطيه في الرام شحال في السي بي يو، وفيه اي بي ادريس اي بي، داكور. هادشي اللي تيعطيك فاش كتانستالي داك الهيبر فيزور اللي قلت لكم اللي هو لو زي اكس اي، هادشي اللي تيعطيك. وتيعطيك تموديفي هنا الا بغيتي تبدل ادريس اي بي ولا بغيتي تبدل شي حاجه اليوزر نيم والباسورد. حيت اوتو دانستالاسيون كيطلب لينا واحد اليوزر نيم وواحد الباسورد تندخلوه. دونك من بعد فاش كنانستاليو السيرفور و تنانستاليو فيه لوزي اكس اي و كلشي مزيان، تنصافي السيرفور و تنخليوه و تنمشيو نطلعو لشي بيرو ولا نجلسو فشي بلاصه و نتكونيكتاو لنفس الريزو اللي مكونيكتي ليه هاد السيرفور، يعني نكونو معاه في نفس النيتورك. من بعد كنحلو واحد لوتيل سميتها في ام وير في اس في كليون. شنو هاد في ام وير في اس في كليون؟ هو اللي تنأكسيديو بيه على سيرفور باش نبداو نديرو لا فيرتواليزاسيون، نبداو نكريو لي في ام و نسوبريميو لي في ام و انستاليو اكسيتيرا. دونك شنو تنحتاجو؟ تنحتاجو لادريس اي بي ديال السيرفور، تنحتاجو اليوزر نيم و الباسورد اللي طلب لينا اوطون دانستالاسيون. فاش تنكونو تنانستاليو تيطلب لنا باسورد، اما اليوزر نيم ديجا تيكون هو روت. هاد الهيبر فيزور مبازي على لينكس، مخود من الكينل ديال لينكس باش ديروها في بالكم كوم انفورماسيون. دونك حنايا عندنا قلنا الى عندنا سيرفور او زي اكس اي واحد، نقدروا انستالي نقدروا ندخلوا نديروا ليه الماناجمنت بان كليون واحد يعني في ام وفي اس في كليون واحد. ولكن الا كانوا عندنا دو سيرفور ولا تخوا سيرفور غنحلوا ثلاثه ديال ثلاثه ديال هاد لي زوتيل، ثلاثه ديال في اس في كليون. الاول غندخلوا به لهذا صافي، حللنا لا فونيتر بدينا نكريو لي في ام. بغينا ندخلوا لدوزيام سيرفور غندخلوا بهذا، بغينا ندخلوا لثروازيام سيرفور غندخلوا بهذا. عندنا بزاف ديال لي سيرفور غنحتاجو بزاف ديال هاد لي لوجيسيال، بزاف ديال لي فونيتر من هاد اللوجيسيال
داكوغ. دونك هي جات في اموا قالت لنا عندي لكم واحد السوليسيون اللي هي كالتالي. اننا كنجيبو ان سيرفور كنانستاليو فيه ويندوز سيرفر 2008 R2 ولا 2012، هادشي من بعد غنهضرو عليه، وكنانستاليو فيه واحد الباكاج ولا واحد اللوجيسيال سميتو الفي سانتا سيرفر. شنو هو الفي سانتا سيرفر؟ فاش كنانستاليو هاد الفي سانتا سيرفر كتكون سالينا لانستالاسيون صافي، كلشي داز مزيان، هادشي غنشرحو لكم من بعد. هذا سيت ان لوجيسيال كيتانستالي مع الويندوز سيرفر فوقو. كيكون هاد السيرفر عندو اون ادريس اي بي اللي نقولو هي مثلا 10.0.0.1، وعندو يوزر نيم اللي هو ادمنستريتور وباسورد. كنجيو حنا من هاد الفي اس فاي كليون و تندخلو لهاد السيرفر بهاد لي زانفورماسيون، يعني تنكتبو اليوزر نيم هنايا و الادمنستراتور نكتبوه في اليوزر نيم و الاي بي نكتبوه بلاصة الاي بي و الباسورد هنايا. تندخلو لهاد السيرفر كتحل لينا واحد لا فونيتر بحال ديال الماناجمنت، ومن بعد كنبداو ناجوتيو لي سيرفر او زي اكس اي، ناجوتيو واحد بواحد. دونك هنايا تيوليو بانو بثلاثة بيهم تيبان لنا هنايا، يعني عندنا العكسي من بلاصة وحدة نجيريو كاع لي سيرفر او زي اكس اي اللي عندنا، بطريقة اخرى ان الفي سنتر هو اللي تيكون مكونيكتي لهاد لي سيرفر او زي اكس اي، سوا واحد سوا جوج سوا ثلاثة سوا اربعة. وانت فاش كتبغي دير الماناجمنت لهاد لي سيرفر او زي اكس اي ما تدخلش كل واحد بوحديتو، كتدخل انت لهاد الفي سنتر كتلقاهم كاملين مجموعين عندك. داكور. دونك الفي سنتر هنا باش ينفعنا، تينفعنا تنسونتراليزيو الماناجمنت ديال هاد لي سيرفر في بلاصة وحدة. داكور. دونك الفرق ما بين لوزي اكس اي والفي سنتر والفي اس فاي كليون. الفي اس فاي كليون قلنا هو اللي تنداو به الماناجمنت، الفي سنتر قلنا هو اللي تيسونتراليزي لينا لا كونيكسيون، يعني لي سيرفر او زي اكس اي كلهم تنكونيكتيهم لهاد الفي سنتر، ونوليو حنا ندخلو غير على الفي سنتر ونلقاو هاد لي سيرفر كاملين داخلين، فعوض ما نحلو بزاف ديال لي فونيتر من الفي ام وير في اس فاي كليون. ولوزي اكس اي قلنا هو لي بيرفيزور اللي تتانستالا اللي فوق تتحط فوق الهاردوير باش يدير لنا لا فيرتواليزاسيون. دونك هنايا غنكونو سالينا لا بريزونطاسيون ولا لانتروديكسيون، وفهمنا شويه شنو هو الفي سانتير، شنو هي لا فيرتواليزاسيون ولا صالح هادشي. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنهضرو على نزيدو نتعمقو شويه في الفي سانتير ولوزي اكس اي، وشنو هما لي كومبوزون ولا الريكوايرمنت ديالو، يعني لي روكي باش نانستاليو، يعني شحال يكون عندك في السيرفر في الرام، شحال من سيرفر خاص يكون اكسيتيرا. لوزي اكس اي تا هو شنو هما لي ريكوايرمنت ديالو ولا شنو خاص يكون في السيرفر من رام، وشنو لي زوبسيون اللي خاصهم يكونوا اكتيفين فيه باش يسيبورت لا فيرتواليزاسيون، ونانستاليو هادشي ونشوفو لانستالاسيون كيفاش غدوز. دونك هذا هو الفي ام وير في اس في كليون اللي كنت هضرت لكم عليه، هو نحلو دابا هو هذا. دونك هو هذا كنعطيو هنا لادريس اي بي اليوزر نيم والباسورد تيمشي يدخل لنا لوزي اكس اي باش يجري لينا ونكريو لي في ام اكسيتيرا. داكور. دونك ان شاء الله الحصه الجايه غادي نشوفو هادشي كامل، ولا بغيت نقول الحلقه الجايه غنشوفو هادشي كامل. يلا السلام عليكم.